السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون بخير. من غير كلام كتير في بداية الفيديو النهاردة نشوف الطلب اللي طلبه الشاب الفلسطيني واللي فعلا يبكي الحجر وطلبه من الأمة الإسلامية كلها في شهر رمضان. يعطيكم العافية يا أخوان، أنا اليوم جاي أطلب منكم طلب، من أخوكم الصغير، تقولوني أخوكم الصغير، ابنكم، أي شيء، مشان الله أول ما يجي علينا رمضان تنسدوك الأكل، أقسم بالله تصوروش الأكل اللي راح تاكلوه، لأنه حنكون أنا هلقيت فعليا 200 كيلو، لا دجاج ولا مشاوي ولا قطايف ولا أجواء رمضان فيش معجون، فبترجاكم. أقسم بالله برجاكم ما تصوروا أي شيء اللي بتاكلوه، خلص احتفظوا فينا نفسكم وكلوا أنتوا العيلة مع بعض واللمة، لأنه إحنا انحرمنا اللمة وانحرمنا بيوتنا وانحرمنا الأكل، فأمانة تلقوا طلبي وسامحوني. طبعاً أنا بحييه وبقدم له اعتذار لي ولكل أهلنا في فلسطين وفي غزة، ويعلم الله سبحانه وتعالى ان حتى الكلام ما بقيناش قادرين نتكلمه لان الكلام ما بقاش ينفع، وللاسف البعض كمان بقى بيستغل اللي بيحصل لاهلنا في غزه على اساس انه ترند، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي تركوا اهلنا بالشكل ده في غزه وفي كل مكان في مسلم بيتم تجويعه واذلاله بالشكل ده. الشاب المحترم ده طالع يبتسم مع انه في اسوأ حاله ممكن الانسان يتخيلها او يعيشها، بيترجع عديم المروءة واللي بيجري في عروقهم مية مش طهرة مش دم زي بقية البشر، وبيقول لهم بابتسامة وأدب وأخلاق عالية بلاش تصوروا الأكل لأننا ميتين من الجوع. هم في الأساس أهلنا في غزة صايمين من 6 شهور، لكن رمضان اللي كل الناس بتفرح فيه وبتصوم صحيح، لكن بتاكل أكل مختلف عن أكل السنة وبيكون فيه اهتمام شوية في موضوع الأكل ده، لكن هم مش لاقيين اكل في السحور يتسحروا بيه ولا في الفطار، مش لاقيين حتى ميه، الميه صعبه عليهم، و2 مليار مسلم بيتفرجوا جزء منهم يوميا بيطلع يصور الاكل سواء في فيديوهات او في صور. وصلنا لمرحله من الحقاره والدناءه ما وصلهاش المجتمع الاسلامي على مر العصور، والله الواحد بقى حاسس انه عايش وسط شياطين في هيئه بشر. لما عملت فيديو من يومين وقلت يا ريت الدول الاسلاميه تتوحد وبلاش نسيب أهلنا في فلسطين بالشكل ده، واحدة علقت أنه أنتوا أهل فتن وعاوزيننا نحارب وهي دي الخطة المرسومة لينا. والله الواحد ملاقي يعني إجابة على الانحطاط الأخلاقي، مش هقول الديني، لأن الأشكال دي ما تعرفش حاجة عن الدين إلا اسمه، ولا تفقه شيء في كتاب الله إلا رسمه. أنا مش عايز أطول في الفيديو ده، لكن اتقوا الله فيهم، بلاش تصوروا أي مظاهر للسعادة، احترموا مشاعر الناس اللي في غزة، قدروا الكارثة اللي هم فيها في رمضان، يعني لا عارفين نحررهم ولا عارفين نساعدهم، وكمان نصور الأكل والشرب والعزومات والخيرات علشان شاب أو طفل أو واحدة في مقام أمك أو أبوك أو جدك أو جدتك مش لاقين لقمة عيش حافي يتسحروا بيها أو تمرة أو شربة مية يفطروا عليها. والله النعم اللي بالشكل ده عمرها ما هتدوم وهتكون لعنة على أصحابها. احنا اصلا خايفين من عقاب ربنا بسكوتنا، واللي يعني اللي عنده شويه ايمان الشك رعبه ومالي قلبه ان ربنا هيتقبل مننا الصوم والصلاه والعباده، واحنا بنتفرج على اخواننا المسلمين بالشكل ده، احتلال وتدمير وقتل واسر للرجال وللنساء ومحدش بيعمل حاجه. للاسف الامه الاسلاميه بتمر باسوأ فتره في تاريخها. صدق من قال ليس اسوأ رمضان مر على الامه، بل هي اسوأ امه أو أسوأ جيل مرة على رمضان. سامحونا يا إخواننا في غزة، والله الذي لا إله غيره، إحنا بنفتكركم في كل وقت ومحدش فينا مرتاح للي بيحصل، ودعواتنا يعني ليكم دايما وليل نهار. والناس اللي بتصور الأكل دي ناس عندها نقص، ناس مرضى نفسيين، ده في العادي، فما بالكم بالظروف اللي بتمر بيها الأمة وبتمر بيها فلسطين وغزة. سامحونا على تقصيرنا معاكم، وبإذن الله نصر قريب، وده اللي مصبرنا انه ربنا اختاركم لنصرة هذا الدين وللدفاع عن شرف الأمة كلها. ربنا يصبركم على هذه الابتلاءات اللي بترفع من قدركم عند الله سبحانه وتعالى. وعايز اختم بالصورة دي لعلها تصبرنا ونعرف الناس دي فين واحنا فين. أم بتقول ان ابنها طفل صغير استشهد في غزة، فشافته في الرؤية في نفس اليوم، فسألته انت حسيت بالألم وقت استشهادك؟ قال لها لا، انا كنت بلعب في الشارع وفجأة لقيت نفسي بلعب في الجنة.
اللهم ارزقنا عند الموت شهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. في أمان الله. يعطيكم العافية يا أخوان. أنا اليوم جاي أطلب منكم طلب، من أخوكم الصغير، اعتبروني أخوكم الصغير، ابنكم، أي شيء. مشان الله أول ما يجعلنا رمضان نسدد لكم. أقسم بالله تصوروش تصوروش لكن اللي راح تاكلوه. لأن حنكون أنا هلقيت فعليا 200 جوع. لا جاج ولا مشاوي ولا قطايف ولا أجواء رمضان فيش معدومة. فبترجاكم. أقسم بالله بترجاكم ما تصوروا أي شيء اللي بتاكلوه، خلاص احتفظوا فينا نفسكم وكلوا أنتوا والعيلة مع بعض واللمة، لأنه إحنا انحرمنا اللمة وانحرمنا بيوتنا وانحرمنا الأكل، فأمانة تلقوا طلبه وسامحوني.